كوكا هي وقت فرحه ووقت سعاده، لكن انا على المستوى الشخصي بقول لربنا يرحم الحاج نبيل. انا عارف تعب قد ايه، واكتر حد سعيد باللحظه ديت هو الحاج نبيل ربنا يرحمه. ماسك نفسي بقى سيبني. مبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك للاعيبه الرجاله، ومبروك لمجلس الاداره. بطوله تعبنا فيها جدا بصراحه من بدايتها لحد النهارده، كلناها في ملعبنا في وسط جمهورنا بمكسب مهم، من خلصنا الماتش من اول 5 دقائق. مبروك والحمد لله، دي البطوله الثالثه ليا افريقيه. ان شاء الله المزيد اللي جاي يعني باذن الله. كوكا، ثقه مستر كولر في كوكا وحبه لكوكا، واحد من اللعيبه اللي بيثق فيها، ومش سهل ان اللاعب ياخد ثقه المدير الفني. في الاول وفي الاخر الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، مش انا بس، كلنا. فالواحد بيحاول يجتهد لحد، اكيد بتحاول تاخد ثقه المدير الفني، لان دي شبه اهم حاجه عشان تقدر تكون موجود. فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه عشان يكون موجود. ومبروك للرجاله النهارده، قاموا بالواجب يعني الحمد لله. البطوله دي تهديها لمين؟ وتقول ايه للجمهور العظيم النهارده؟ البطوله دي طبعا بهديها لوالدي. انا جيت قبل المعسكر بيوم، رحت وقعدت بيها السلايا كابتانو ده، وعدته بيها ان شاء الله بكره اروح له كمان بالذهب. ابو ليلى طبعا غاب عن النهائي لكن موجود معانا دايما، يعني هو موجود في كل نهائي بيسيب لنا بصمه بالقمر دي. فمبروك، خلي بالك يا كابتن مبروك لابو ليلى، كنا مفتقدينه بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله يكون موجود في اللي جاي، الواحد بيتعلم منه، لعيب كبير دايما في الحاجات، ان الادوار النهائيه دي بيكون بيسيب بصمه. فلعيب كبير الواحد بيتعلم منه، وربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. شكرا كوكا، انت فيه دايما.